ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده موسى، اغنية ساقع. اوكي موسى، بقالي كتير ما عملتلوش اغنية. اوكي، ووحشني بصراحة اغنية ساقع. خلينا نخش نشوف الاغنية دي تتكلم عن ايه. تقريبا 3 دقايق الاغنية دي، فيلا ليتس جو. ده اسانسير يعني للبتاع؟ بصيت لنفسي يا ريتني بتلاشى، مفيش قلب في بس تلاجة، مفيش سؤال الا بس الاجابة، انت فلوس لو انا محتاجك بضحك لما ثواني عشان الاغنية دي شبه حاجة انا سمعتها قبل كده. مفيش قلب في بس تلاجة، مفيش سؤال الا بس الاجابة، انت فلوس. في اغنية انجلش انا سمعتها كانت نفس الطريقة، كان لاجة اللي هي بتاعت التلاجة، الحتة دي. بصيت لنفسي يا ريتني بتلاشى، مفيش قلب في بس تلاجة، مفيش سؤال الحتة دي. قال الا لا لو افتكر اغنية اسمها انا لازم اقعد اسمعها قبل ما اعمل ايديت، عشان لو عرفت اجيب لكم الاغنية اللي في دماغي. بس تلاجة مفيش قلب في بس تلاجة، مفيش سؤال الا بس. عمال عارفين انتوا لما تكونوا عارفين حاجه وبتجيلكوا بعد كده تروح تاني، انا ده اللي بيحصل لي دلوقتي. الاجابه انت فلوس لو انا محتاجك بضحك لما الناس دي بتحوم، مفيش بضحك انا الطوب بزيد ناقصك وانا مش اخوك نجح، تعالى لوحدك لما بتحوش. ايه لو كنت فاشل محدش بتضايق، لساني ماسك في شطون انا غامق، كلامهم واطي للاسف مش سامع، دم حامي بس انا ايه ساقع. كان نفسي اموت بس فيش امكانيه، كان نفسي اعيش بس في اولويه، كان نفسي ادوخ لا في مسؤوليه، كان نفسي اسيح من الدليل اللي فيا. هي الموسيقى اللي ورا هي حاسس ان هي زياده قوي، بس هي الاغنيه انا عجباني بصراحه، مع ان الموسيقى الى حد ما مضايقاني شويه، لان حاسس ان هي فيها لخبطه شويه، وفي نفس الوقت انا عجباني يعني، فاهم اللي هو فاهم اللي هو يمكن عشان طريقته هي اللي محليه الموسيقى اللي وراه او البيت اللي وراه، فاهم؟ محبوس بس هانت جوه المسؤوليه، كان نفسي اسيح من الدليل اللي فيا. محبوس بس هانت جوه ازازه، بتعامل محدود في دماغك، فهتسميني اسامه بن لادن ونادى باللامع، عشان دايما هتلاقيني بلمع وحياتك ما سامع، اتكلم تاني عقبال ما شغال وداني اصلي قافلها من زمن، عشان مولع عيداني بعدين دفسها في العدد، اصوات جوه دماغي محددها بالعدد في عقلي واحد، حب واحده اما قتلها فاندفت. محددها في العدد في عقلي واحد، حب واحده اما قتلها فاندفت. اكيد لازم في عقلي واحد، حب واحده اما قتلها فاندفت. اكيد لازم اموت، اللي زي ملوش الا موت، هو عالي مفيش الا خوف، بتعود انك هتسمع الصوت، محطوط في علبة ومش عايز اطلع منها، بقول الحق عشان ابقى كدبة، الدفا ما بقاش ادخل بيتنا، السواد اللي فيا بقى انت. لو كنت تافه الناس دي هتحبك، حاسس بالندم بس سافش لسه، كلامهم واطي ومحدش بيسمع، بعمل اغاني عشان الناس تسقع. انا نفسي اموت، بعمل اغاني عشان الناس تسقع. محدش بيسمع، بعمل اغاني عشان الناس تسقع. انا نفسي اموت بس فيش امكانيه، كان نفسي اعيش بس في اولويه، انا نفسي ادوخ بس في مسؤوليه، كان نفسي اسيح من الدليل اللي فيا. خايف من الناس كلهم عندي واحد، حاولت اشوفني عينيا داخت، لساني حاد عشان كده سناني دابت، عندي صداع عشان خيالي لساني حاد عشان كده سناني دابت. لساني حاد عشان كده سناني دابت، عندي صداع عشان خيالي واسع، مفيش قواعد شخبطت عليها بالقلم، مفيش ثوابت كلهم مشيوا من القلق، مفيش مواهب لسه مش شايف اللي انا في عقلي واحد، حب امه قتلها فاندفن. حب
حب ام في الدفن في الله انا في عقلي واحد حب ام قمت امه قتلها قتلها في الدفن هو في الاول كان بيقول حب واحده وبعد كده في الاخيره دي قال حب امه صح لو انا صح انا معتقد هو في الاول قال حب واحده وبعد كده في الاخر قال حب امه فقتلها صح لان في الاول ما خدتش بالي من كلمه او انا ما خدتش فعلا بالي من كلمه امه في الاول دي ما علينا ده كان رياكت رب يكون رياكت عجبكم طبعا موسى انا وحشني وفي نفس الوقت انا الاغنيه اللي هو فاهمها وفي نفس الوقت مش عارف افهمها لان في تناقض في الكلام يعني ايه بعمل اغاني عشان الناس تسعى اللي هو يعني ايه بدل تسمع فاهم اللي هو بدل ما يكتب تسمع فهل تسعى ممكن هي كانت نفس الوزن بس هو تقريبا هو حب يعمل حاجه جديده موسى اوكي علينا ده كان رياكت يا رب يكون رياكت عجبكم اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد واقول لكم يلا تشوس